التعريف بهذه المؤسسات وتطويرها ويعني إبراز دورها. وقامت هذه اللجنة بتنظيم المعرض الأول من نوعه في ليبيا لمؤسسات المجتمع المدني، وتم تنظيم يعني ورشة عمل ما بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في هذا المعرض يعني التركيز على احتياجاتهم الأساسية وعلى المشاكل التي يواجهونها حاليا، لأن مؤسسات المجتمع المدني ليس لها وجود كان على الإطلاق قبل الثورة، وهو مفهوم جديد بالكامل على الشعب الليبي. وأيضا لم تنجح الثورة الليبية، يعني من أسباب نجاحها هو بروز هذه المؤسسات بطريقة يعني عشوائية، ولكن كانت محاولة منها لحماية المجتمع المدني في بنغازي، وذلك عن طريق الإغاثة والتوعية ومساعدة البلاد. شكرا جزيلا.